في شأن آخر، أثرت صور حصلت عليها ون نيوز جفاف بحيرة حمريين شمالية ديالى والتي تعد المصدر الأساسي لتغذية نحو مليوني نسمة ومساحات شاسعة من البساتين بالمياه. هذا وكانت مصادر في وزارة الموارد المائية حذرت الشهر الماضي من تراجع غير مسبوق في منسوب بحيرة حمريين بنسبة تجاوزت 95%، ما يعني نضوبها عمليا. هذا وضح المصدر أن منسوب البحيرة انخفض من 3 مليارات متر مكعب قبل عامين إلى 100 مليون متر مكعب فقط، ما يعني كارثة بكل المقاييس. وكان خبراء عراقيون قالوا في تصريحات لون نيوز وفي وقت سابق أن العراق يواجه صيفا قاسيا، مرجحين تأثر موسم الزراعي كثيرا بالنقص في مناسيب المياه. وأعلن العراق في وقت سابق جفاف بحيرة سوى الشهيرة في بادية محافظة المثنى وتأثر هذا الموسم بنقص حاد في الأمطار، إلى جانب قطع إيران لمعظم روافد نهر دجلة، حيث يستعد العراق لرفع دعوى ضد طهران في المحاكم الدولية.